بين أسوار قلعة دمشق العتيقة التي شهدت تاريخا يتجلى على جدرانها، جاء لقاء الضوء والسحر والخيال لينتج عنه لوحات إبداعية متحركة. أقامت وزارة الثقافة والمعهد العالي للفنون التطبيقية بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما حفل ختام مهرجان القلعة للسينما الطلابية. المهرجان ككل يعني هو المهرجان حاليا بدورته الثانية هي السنة، بس الفكرة أنه ما هو الدورة الثانية على أرض الواقع. يعني هلأ المهرجان عم ينشغل عليه من سنوات عديدة، بلش فكرة صغيرة وبسيطة وصار يتطور لحتى وصل للمهرجان السنة الماضية بالدورة الأولى وهي السنة بالدورة الثانية. طبعا أكيد العمل كل سنة عم بيتطور عن سنة، ونسعى دائما أنه نطوره نحن سنويا. هاي السنة كان عدد المتقدمين الأفلام الدولية كانت 90 فيلم دولي و15 فيلم سوري. الأفلام اللي حتنعرض، الأفلام اللي انقبلت وانعرضت خلال فترة المهرجان هن 52 فيلم، وال52 طبعا هدول مو كلهم حققوا شروط الدخول للمسابقة أو الاشتراك بالمسابقة، لأنه في شروط لها علاقة بعامل إنتاج، السن، في شروط معينة ترتبط بالمسابقة. اللي حققوا الشروط هن 12 فيلم حققوا الشروط خضعوا للمسابقة. فيلم له شروط معينة، انه بيكون يحمل فكرة جيدة جديدة، نفس الوقت اخراجه متقن، التمثيل فيه، السيناريو، بناخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات قبل ما نقرر انه هذا الفيلم يستحق جائزة او لا يستحق. هذا العام كان في يعني عدد كبير من الافلام الجيدة، لكن ارتأت لجنة التحكيم انه تعطي الجوائز للافلام اللي بتحمل افكار فعلا جديدة ولها علاقة بالعصر مباشرة وبمشاكل العصر. حفل ختام مهرجان القلعة للسينما الطلابية كانت الفكرة بالاساس اطلاع طلابنا والمهتمين الدارسين للسينما بالبلد على افلام من برا حديثة الانتاج، ما انا متوفرة على النت. استقدمنا افلام من برا هاي الدورة، اجانا شيء 2 على الاعلان تبعنا شيء 92 فيلم قصير، انتخبت لجنة المشاهدة منهم 40 فيلم دولي، وردينا انتخبنا منهم 18 فيلم للمسابقة الرسمية، وجانا بحدود 15 فيلم سوري قصير. أخذنا منهم للمسابقة 5، تم عرض 4 احترافيات منهم كمان إنتاج شباب بس أفلام احترافية يعني خارج المسابقة على هامش المسابقة الرسمية. شهد المهرجان التنافس بين عدد كبير من الأفلام المتنوعة من 11 دولة، حيث تم تكريم أفضل 3 أفلام ب3 جوائز برونزية وفضية وذهبية، لتبقى دمشق عاصمة الثقافة ومهد الفنون والحضارات للعالم أجمع.